أهلا بكم مجددا مشاهدينا في استوديو الرافدين، ومعنا من جديد من اسطنبول عبر الهاتف السيد عز الدين إبراهيم الكاتب والصحفي. مرحبا بك سيد عز الدين معنا. مرحبا بكم أخي. أهلا وسهلا. إذا لأول مرة منذ أربعينيات القرن الماضي تغلق كنيسة القيامة احتجاجا على ضرائب فرضها الاحتلال، كيف تقرأ ذلك؟ يعني هذا دليل على أن الاحتلال الصهيوني لا يفرق بين مسيح ومسلم في استهدافه للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة وتحديدا في القدس المحتلة. ويعني ما جرى اليوم هو تعبير يعني حقيقي عن طبيعة هذا الاستهداف، وعن أن الاحتلال يهدف إلى تهويد هذه المدينة وسلخها عن واقعها العربي والإسلامي. فبالتالي الكنيسة الأرثوذكسية أرادت أن توصل رسالة إلى المجتمع الدولي ولا الرأي العام العربي والعالمي أن هذا الاحتلال ماض في إجراءاته التهويدية، ماض في تهويده، ماض في استهدافه لكل الهوية الفلسطينية العربية والإسلامية، وبالتالي المطلوب أن يكون هنالك وقفة حقيقية ضد هذا الاحتلال الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي في استهدافه وفي يعني إجراءاته التهويدية. طيب أيضا في السياق ذاته، كيف تقرأ إصرار الإدارة الأمريكية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في شهر آيار مايو المقبل؟ يعني عن جهية أمريكية مستمرة، الإدارة الأمريكية تريد أن تقول أن للفلسطينيين والعرب والمسلمين أننا يعني لم نعبأ باحتجاجاتكم، لم نعبأ بتهديداتكم، لم تفعلوا شيئا تجاه القرار الذي اتخذه ترامب بحق مدينة القدس المحتلة. نقل السفارة هو إجراء شكلي أصلا، والسفير الأمريكي هو أصلا موجود في القدس المحتلة منذ فترة ويمارس عمله من خلال القنصلية، لكن هو أراد أن يقدم على هذه الخطوة كاستعراض وك يعني محاولة أو كإجراء جديد لاسترضاء الإدارة الصهيونية أو الحكومة الصهيونية. فبالتالي هو يريد أن يوصل هذه الرسالة إلى المجتمع إلى العالم العربي والإسلامي أننا لا نعبأ بكم ولا نعبأ باحتجاجاتكم. للأسف الرسمية العربية والرسمية الإسلامية لم تفعل شيء تجاه قرار ترامب، فكانت هذه العنجهية من الإدارة الأمريكية بموضوع السفارة ونقلها في أيار المقبل. للأسف نحن نعاني الآن أو نواجه الآن هذه الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية. لا يوجد هنالك أي طرف سواء عربي أو إسلامي قادر على وقف هذه الغطرسة الصهيونية والأمريكية. للأسف ما تم خلال الفترة الماضية هي مجرد شعارات، مجرد يعني خطابات، هذا واقع يعني العرب والمسلمين الآن. طيب بالنسبة للداخل الفلسطيني، كيف سينعكس قرار على المشهد الفلسطيني، لا سيما أنه يتزامن مع ذكرى النكبة؟ ماذا بأيديكم بصفتكم فلسطينيين في الداخل والخارج من عمل؟ يعني كفلسطينيين على الصعيد الشعبي المطلوب هو تصعيد المقاومة، يعني بغير المقاومة لن يكون هناك أي رد فعل أو لن يرتقي الفعل إلى مستوى التحدي البارز الآن. السلطة الفلسطينية للأسف حتى الآن عاجزة عن تطبيق أي شيء. السلطة الفلسطينية التي هددت وصعدت في خطاباتها بعد قرار ترامب بموضوع القدس واعترافها كعاصمة الكيان الصهيوني للأسف لم تقدم على أي خطوة عملية. الرئيس عباس ظهر بمظهر يعني من يعني يتسول قرار دولي أو موقف دولي داعم لمواقفه، لكن للأسف لم يحصل على شيء. ذهب في جولة أوروبية وذهب إلى موسكو وذهب إلى عدة دول لكن لم يحصل على شيء. فبالتالي المطلوب هو أن تعود القيادة الفلسطينية ممثلة بالسلطة إلى الشعب الفلسطيني، إلى الحاضنة الحقيقية التي يستطيع التصفية الرسمية الفلسطينية أن يعني تواجه بها هذه القرارات من خلال إتمام المصالحة الفلسطينية، توحيد الصف، توحيد الجبهة، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، إعادة الاعتبار إلى المقاومة الفلسطينية التي أجبرت على مراحل على شتى مراحل الصراع، أجبرت الاحتلال على يعني الرضوخ ويعني التراجع عن خطواته. من أجل ذلك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دعا إلى هبة شعبية ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ما الممكن برأيك فعله تجاه القرار مع مضي الإدارة الأمريكية قدما بنقل سفارتها؟ يعني من 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 يعني بشكل عام أخي الكريم، نحن يعني نرحب بأي دعوة ل يعني الغضب وردة الفعل تجاه هذه القرارات، لكن للأسف نخشى ما نخشاه وأخشى ما نخشاه أن تتحور ردود الأفعال سواء من الهيئات الفلسطينية أو العالمية أو الإسلامية إلى يعني مناسبات فقط لتفريغ الغضب ودون أي نتيجة. ما شاهدناه خلال السنة الماضية، نعم كان هنالك
رد فعل قوي جدا من الشارع العربي الإسلامي، كان هنالك مظاهرات، كان هنالك احتجاجات جميلة وطيبة، لكن للأسف لم يرتقي هذا الحدث إلى مستوى التحدي، وسرعان ما يعني سرعان ما تحولت أو ما يعني تبخرت وتحولت فقط إلى يعني مواسم بعد كل قرار للأسف، سواء من الإدارة الأمريكية أو من الإحتلال الصهيوني، نخرج في مظاهرات نعبر عن غضبنا، لكن بعد ذلك ماذا يحدث؟ للأسف لا يحدث إلا فقط يعني نعود إلى بيوتنا، وهذا ينعكس على الواقع الفلسطيني. من أجل ذلك تجمع المؤسسات الخيرية الفلسطينية ذكر أن الحصار الصهيوني تسبب بوفاة أكثر من 1000 مواطن مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة. ما الذي يمنع من تدخل السلطة وإنهاء ملف الانقسام والحصار على غزة؟ للأسف السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي، بإصرارها على المضي يعني إجراءاتها في غزة، هي بشكل أو بآخر شريكة بهذا الحصار. ما لم يعود الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قراراته التي اتخذها بحق غزة، سيبقى هو شريكا بهذا الحصار، إن لم يتم المصالحة، إن لم يلتقي مع حركة حماس ومع الفصائل الأخرى التي أكدت على أن حماس يعني فعلت ما عليها، إن لم يقدم عباس على هذه الخطوات سيكون للأسف هو شريك في هذا الحصار. فبالتالي المطلوب منه قبل أن يتدخل لتخفيف الحصار أن يتم المصالحة، وأن يلتقي مع الفصائل الفلسطينية على برنامج وطني حقيقي يعيد هذه القضية أوجهها ويعيد القضية هذه إلى يعني وضعها الطبيعي. شكرا جزيلا لك من اسطنبول سيد عزيز إبراهيم الكاتب الصحفي الفلسطيني.